السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنكمل حل تدريبات ملحق كتاب جيم أولى إعدادي ترم أول 2024. هنحل تدريبات على يونت 5 الوحدة الخامسة صفحات من 31 إلى 36. Let's get started. هنبدأ من بيج 31 صفحة رقم 31 ودي فوكابيولاري مفردات lessons 1 and 2 الدرس الأول والتالي. ينام في خيمة sleep in a tent، شلال waterfall، غابة forest، نهر river، صحراء desert، كهف cave، يقوم بنزهة have a picnic، متحف museum، يصنع قلعة رملية make a sand castle، اختبار مصغر quiz، طقس weather، خريطة map، لذيذ delicious، يزور أسرة visit a family. Language expressions and prepositions تعبيرات وحروف جر. خائف من frightened of، على الشاطئ أو البلاش on the beach، ينادي call out، يركب جملا ride on a camel، ride on a camel، يفكر في think of، في الصخور in the rocks. Conjugations of irregular verbs تصريف أفعال غير منتظمة، يتحدث speak spoke spoken، يركب ride rode ridden، يملك have or has had had. Words and opposites كلمات وعكسها، هادي quiet، عكسها صاخب noisy، يدخل في get into أو in، عكسهم يخرج من go out of. في بيج 32 صفحة رقم 32 choose the correct answer، اختار الإجابة الصحيحة. We went to Siwa، ذهبنا إلى Siwa and entered a، ودخلنا الكيف الكهف. هنا view منظر طبيعي river نهر سي بحر، لأ احنا دخلنا الكهف. My brother أخويا likes building sand castles، بيحب يبني قلاع رملية. When we go to، لما احنا بنروح زي ايه؟ بنروح the beach الشاطئ. Mountain جبل، desert صحراء، كيف كهف، لا ما بروح الشاطئ، بيعمل قلاع رملية. The Nile is the longest one in the world، أطول واحد في العالم نهر النيل، تمام، أطول أنهار العالم، يبقى the river Nile، نهر النيل هو الأطول، إيه أطول واحد في العالم. Last summer، الصيف الماضي، the air was very hot، اللي كان حر قوي، الطقس، وطقس يعني weather. We ate، احنا اكلنا food، it was wonderful، اكل كان رائع، يبقى اكل لذيذ، ولذيذ يعني delicious. There are a lot of trees، في اشجار كتيرة، in the فين؟ في الغابة، وغابة يعني forest. The students، الطلاب، will do، هيقوموا بعمل a or an a on last week and this work next Monday، يوم الاثنين اللي جاي في نهاية الاسبوع هيعملوا أو هياخدوا اختبار، تمام كده، هيحصلوا على اختبار قصير، اختبار قصير يعني كويز. My mother مامتي to the market yesterday، ماما ذهبت للسوق بالأمس. مدام في كلمة yesterday يبقى كلام في الماضي البسيط، أجيب هنا الفعل في التصريف الثاني. طب go يذهب، الماضي بتاعها went، ذهبت، ماما ذهبت للسوق بالأمس. They didn't the film last week، هم لم يشاهدوا الفيلم الأسبوع الماضي. كلمة last week الأسبوع الماضي من الكلمات الدالة على الماضي البسيط، يبقى هنا بعد didn't أجيب الفعل في إيه؟ في المصدر، يبقى they didn't watch the film، لم يشاهدوا الفيلم الأسبوع الماضي. The girls البنات happy at the party، ما كانوش سعداء في الإيه؟ في الحفلة، يبقى the girls weren't happy، ما كانوش سعداء. ما أخدتش didn't لأن didn't بيجي بعدها فعل في المصدر، وهنا في صفة، لم يكونوا سعداء، فخدنا weren't. تامر don't afraid when he was in the forest، تامر ما كانش خايف لما كان في الغابة. don't المفروض يجي بعدها الفعل في الايه؟ الفعل بعدها في المصدر، هنا دي صفة afraid خائف، يبقى أقول ايه؟ لم يكن. طب لم يكن للمفرد في الماضي يعني ما كانش، اسمها wasn't، يبقى تامر wasn't afraid، ما كانش خايف وهو في الايه؟ في الغابة، wasn't.
She studies English yesterday. هي بتذاكر انجليزي امبارح ولا ذاكرت انجليزي امبارح ذاكرت؟ فبدل studies هخلي الكلام في الماضي يبقى studied ذاكرت. He didn't worn his school uniform on the trip. هو لم يرتدي زي المدرسة الموحد في الايه في الرحلة القصيرة. طبعا بعد didn't يجي الفعل في المصدر والمصدر بتاعي يرتدي اللي هو wear. She eats pizza yesterday. هي أكلت بيتزا بالأمس. الكلام في الماضي يبقى أجيب الفعل في التصريف الثاني يبقى أقول الماضي بتاع eat يأكل أكل at يبقى she ate هي أكلت بيتزا بالأمس. Eat يأكل eat أكل. They leave their home late yesterday. هم غادروا منزلهم بالأمس متأخرا. Yesterday من الكلمات الدالة على الماضي البسيط يبقى لازم أجيب الفعل في التصريف الثاني. leave يغادر المفروض أقول غادروا تمام كده يبقى left الماضي بتاع leave هو left. في بيج 33 صفحة رقم 33 في الفوكابيولاري المفردات للسنز 3 and 4 الدرس الثالث والرابع. يصعد climb up قلعة castle دورات في فترة الأجازة holiday courses رائع wonderful علم flag طالب student مثير exciting مدرسة لغات language school dolphin dolphin هدية تذكارية souvenir language expressions and propositions تعبيرات وحروف جر يركب حصانا ride a horse إعلان لي advertisement for بجوار البحيرة أو الشاطئ by the lake or beach رحلة على a ride on يقوم بعمل إعلان make an advertisement يقضي أجازة أو وقت have a holiday or time يقوم بعمل قائمة make a list يكتشف find out يقوم بعمل مشروع do a project يصل إلى get to words and opposites كلمات وعكسها ودود friendly عكسها غير ودود unfriendly يقيم stay عكسها يترك أو يغادر leave definitions تعريفات sleep for a time in a tent إن أنت تنام فترة من الوقت في خيمة يبقى أنت كده في معسكر يخيم أو يعسكر يعني camp what you can see from a place اللي ممكن تشوفه من مكان ده اسمه منظر طبيعي view A place مكان to stay for a holiday بتمكس فيه أو بتبقى فيه من أجل قضاء أجازة دي اسمها شقة العطلة اللي هي holiday flat نروح لبيج 34 صفحة رقم 34 choose the correct answer اختار الإجابة الصحيحة I bought أنا اشتريت a lot of A كثير من الA to remember that place عشان افتكر المكان ده اشتريت كثير من الهدايا التذكارية souvenirs I can have a wonderful from my bedroom window. It's cool. أنا عندي منظر طبيعي رائع من الشباك بتاع غرفة نومي. إنه إيه رائع. طيب هنا عندي منظر طبيعي اسمه view. For homework من أجل الواجب. We interesting projects. إحنا بنقوم بعمل مشروعات شيقة. طب يقوم بعمل مشروع اسمه إيه do project. We went on a trip. إحنا ذهبنا في رحلة قصيرة. And A in the tent. We عسكرنا في صحراء. عسكرنا أو خيمنا يعني إيه camped. طبعا الجملة هنا عندي هنا عندي فيها and يعني وين. الزمن اللي بيجي قبل وين هو اللي بيجي بعدها. فالزمن هنا في الماضي went اللي هي الماضي went on اللي هو ذهبنا. فهنا برضك أقول خيمنا أو عسكرنا برضك أقول إيه camped. تمام؟ خلي بالكوا بردك ان بعد and الزمن اللي بيجي قبلها هو اللي بيجي بعدها are sea animals that like to play with people حيوانات بحرية بتحب تلعب مع الناس دي الدولفينز I had a or an a holiday in Jordan I like it انا قضيت اجازة exciting مثيرة في الاردن استمتعت بها حبيتها طبعا عندي هنا كلهم صفات سلبية أقلي قبيح بس سيء بورينج مويل لكن هو بيقولك أنا حبيت الأجازة دي يبقى الأجازة دي عايزة صفة إيجابية بقى الأجازة دي مثيرة حلوة يعني يبقى exciting In Egypt في مصر every school كل مدرسة has a A for our country كل مدرسة فيها علم بلدنا طب علم يعني flag أسئلة grammar أسئلة language
How did you eat to school today? يعني كيف ذهبت أو سافرت للمدرسة اليوم؟ بعد did يجي الفعل في المصدر من غير إضافات، يبقى How did you travel? How your flight to Dubai؟ يعني عايز أقول إيه، كيف كانت رحلتك إلى دبي؟ يبقى How was، كيف كانت؟ زي ما قلنا مش هقدر أجيب did الكلام على الماضي، بس مش هقدر أجيب did لأن لازم يجي بعدها فعل في المصدر، وهنا اسم فلايت رحلة الطيران. Where you go on holiday last year؟ إلى أين ذهبت في الأجازة العام الماضي؟ طبعا أنا عندي هنا عايز أتكلم عن الماضي، فأجيب فعل مساعد بيدل على الماضي بعد أداة الاستفهام اللي هو did. طبعا أدي did وجي بعدها الفعل في المصدر go. Do you visit أسوان last weekend؟ هل زرت أسوان الأسبوع عطلة نهاية الأسبوع الماضي؟ الكلام في الماضي عشان last weekend، يبقى أسأل بالفعل مساعد did، عشان بيدل على الماضي بقى. How did your day yesterday؟ كيف كان حال يومك بالأمس؟ كيف كان اسمها how was. Did you saw a dolphin when you were on holiday؟ هل رأيت دولفين عندما كنت في أجازة؟ بعد did بيجي الفعل في المصدر، المصدر بتاع saw اللي هو see. Where do you spend your last holiday؟ أين قضيت عطلة العطلة السابقة أو الماضية؟ قضيت فين الأجازة اللي فاتت؟ بعد where المفروض الكلام على الماضي، فأجيب الفعل المساعد did. Did you wore your jacket last night؟ هل ارتديت الجاكيت بتاعك الليلة الماضية؟ بعد did بيجي الفعل في المصدر، فالمصدر بتاع يرتدي اللي هو where. في بيج 35 صفحة رقم 35 في الفوكابيولاري المفردات للسنز 5 and 6 الدرس الخامس والسادس من يونت 5 من الوحدة الخامسة. لافتة sign شعور أو عاطفة emotion، رد فعل أو استجابة response، مسرح theater، وقت الاستحمام pastime، سائح tourist، ضوء أو مصباح light، يمر أو يجتاز pass، قواقع snails، بطاقة بريدية postcard، language expressions and prepositions تعبيرات وحروف جر، يذهب للنوم go to sleep، يعود أو يرجع be back، يتبع القواعد follow rules، يقوم برحلة do a journey، لقضاء أجازة for a holiday، في القطار on the train. Conjugations of irregular verbs تصريف أفعال غير منتصمة، يقع أو يسقط fall fill fallen، يترك أو يغادر leave left left. Words and opposites كلمات وعكسها، يخسر lose، عكسها يفوز أو يكسب win، مغلق closed، عكسها مفتوح open. آخر بيج معانا النهاردة بيج 36 صفحة 36. Complete the following dialogue، أكمل المحادثة التالية. Summer stealing Russia، سمر بتغبر رشا. About her visit to the beach، عن زيارتها للشاطئ. بتقولها What did you do yesterday summer؟ عملت إيه بالأمس يا سمر؟ عرفنا من رأس السؤال إن هي إيه راحت الشاطئ، فتقول I went to the beach، ذهبت إلى الشاطئ. قالت لها the beach الشاطئ، سألت سؤال فقالت No I didn't enjoy my time there، لا لم أستمتع بوقتي هناك. يبقى هي ايه طبعا هنا في إجابة بإيه بنو، يبقى سألنا بفعل مساعد في الماضي هل استمتعتي هناك، did you enjoy your time there، هل استمتعتي بوقتك هناك، فقالت لا ما استمتعتش. هتقول لها ايه why not، يعني هتقول لها يا عزيزتي oh dear، يا عزيزتي why not، ليه لا، طبعا بدل oh dear ممكن اقول what a pity، يعني يا للاسف، تمام صح برضو. why not، ليه ما استمتعتش بزيارتك للشاطئ، فقالت it was windy، كان الجو عاصف. قالت لها did you swim، هل سبحتي، قالت لها ايه the water was cold، المية كانت باردة، يبقى هي لم تقوم بالسباحة،
Did you swim؟ هل سبحتي؟ هتقول No I didn't. مش السؤال بديد، هجاوب بالفعل المساعد اللي بسأل بيه بجاوب بيه. طيب Did you swim؟ No I didn't. لا لم أسبح، المية كانت باردة. بعد كده سألت سؤال فقالت لها I went with my family، أنا رحت مع أسرتي. يبقى هي هتقول إيه؟ مع من ذهبتي؟ Who did you go with؟ Who did you go with؟ ذهبتي مع مين؟ فقالت ذهبت مع أسرتي. Choose the correct answer، اختار الإجابة الصحيحة. That says don't park here، مين اللي بيقول لا تركن السيارة هنا؟ طبعا دي اسمها إشارة أو لافتة اللي هي sign. You should follow the school، ينبغي عليك أن أنت تتبع قواعد المدرسة. School rules. Come to Egypt، بيجوا مصر. To enjoy، عشان يستمتعوا. The good weather، بالطقس الجيد. And great mountains، والجبال الرائعة. دول مين؟ دول السائحين، وسائحين يعني tourists. We didn't have time، عندناش وقت. To go to the science museum، نذهب لمتحف العلوم. What a إيه؟ يا للأسف. What a pity، يا للأسف أو يا للشفقة. We went a boat trip last week، يعني بنقول إحنا رحنا في رحلة بالقارب الأسبوع الماضي، اسمها on a boat trip، في رحلة بالقارب. He went to the shop، هو ذهب للمحل. To buy، عشان يشتري a shirt، قميص. But it was، لكن كان إيه؟ So he couldn't buy it، ما قدرش يشتري القميص لأن المحل كان closed. Closed يعني مغلق. I ate many things in Paris، أنا أكلت أشياء كتير في باريس. Like زي إيه؟ زي أكلة مشهورة بها باريس، فرنسا مشهورة بها، اللي هي أكلة القواقع. قواقع يعني سنيلز. أسئلة جرامر. Did the girls، هل البنات in your class، في فصلك، just 2 weeks ago، لعبوا شطرنج من أسبوعين فاتوا؟ طبعا بعد did بيجي الفعل في المصدر، يبقى أقول إيه؟ play. How she come to work this morning، يعني كيف أتت إلى العمل هذا الصباح؟ هذا this morning ده بتدل على الماضي، إزاي النهاردة هي كانت الصبح؟ يبقى هسأل بإيه؟ هسأل هنا بديد. طبعا did بيجي بعدها الفعل في المصدر come. What did he eat last summer؟ ماذا فعل الأسبوع الماضي؟ بعد did لازم يجي الفعل في المصدر. طب هقول إيه؟ What did he do last summer، في الصيف الماضي. خلصنا سيشن النهاردة، مع تمنياتي لكم بدوام التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.